ندخل الآن تصفيات أمريكا الجنوبية والمشوار الشاق للمنتخب البرازيلي، ونخليكم مع تعليق حي للزملاء رضا العودي، حسن زغدودي، عبد الرحمن العش، ونوردي الحفصي. أجل كيف رفع الكرة بمدة وقائد فريق ممتازة، وتحضير فرصة هدف كبيرة لصالح المنتخب البرازيلي، والهدف الهدف عن طريق من؟ عن طريق ريبالدو العائد، رائعة، ومرور ورفع الكرة، رفع الكرة والتصويب مجددا، وفرصة الهدف الثاني، فرصة الهدف الثاني عن طريق المدافع أنطونيو كاراي، عن طريق اللاعب سيلفا داريو، ريبالدو ويسجل، ريبالدو ويسجل، يعني خمسة دقائق قبل النهاية كان افتتح سيلفا داريو النتيجة في الدقيقة 6 من الشوط الأول. الحارس كاريني في اتجاه والكرة في اتجاه آخر، والرقص فوق المدار، قام بهفوات كبيرة خصوصا في المباراة الأخيرة، وهذه كرة هدف، الهدف الأول لصالح الباراغواي، الباراغواي افتتح النتيجة، فرصة أخرى والهدف، هدف التعديل عن طريق ريبالدو. اللاعب باريديز اللي افتتح الدقيقة السادسة عمل جميل جدا من روبرتو كارلوس حتى يأخذ حقه، ها، وارتماءه دعاء لإرضاء جماهيره الغاضبة عليه، وهو عنده الحق بالتغلب عليه، وفرصة كبيرة، هدف الثاني، يا الله هدف جميل جدا، هدف جميل على فريق اللاعب، لاعب من باراغواي ضد ثلاثة لاعبين من البرازيل، ثلاثة لاعبين من البرازيل. دييغو سيميوني التوزيع في القائم الأول، ثم أورتيغا في وسط الملتقى للمنتخب البرازيلي، توزيع في القائم الثاني، فرصة هدف أول، الهدف الأول للمنتخب البرازيلي، هو اللاعب رقم 9 هو أليكس، في منذ دقائق الأولى حتى لوكسمبورغو زاد صار من الفرحة، سامحوني هذيك العبارة، تار من الفرحة، يمكن أفضل سيناريو للمنتخب البرازيلي على طريقة المباشر. التسديد، التسديد، فرصة هدف ثاني، فرصة هدف ثاني للمنتخب البرازيلي، وكأني بيه الكهو، أول وأفضل سيناريو مع انطلاق المباراة، ثم قبل الدخول إلى حجرة الملابس، هذه العملية، التسديدة، وفامبيتا، هو ماركوس فامبيتا. الأرجنتين بعد 5 انتصارات تعيش 10 صعوبات على أرضية ميدان ساو باولو، حاليا فرصة النتيجة، فعلا فعلا هدفين لهدف، وباليسار كما جات من الميدا، رونالدينو غوشو ساقو اليسار، باهي اللمسة، فامبيتا، فامبيتا، والهدف الثالث، الشيرة اليمين نتاع المهاجم الصاعد اللي حكيت عليه منذ مطلع النقل هو رونالدينو غوشو. 20 دقيقة تفصلنا على نهاية هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما التعادل بدون أهداف بين المنتخبين، وهجوم سريع، فرصة هدف للمنتخب تشيلي، ويأتي الهدف عن طريق اللاعب استي استي، ومنعرف نادي ريال مدريد، يعني كان بداية صعبة، فرصة هدف ثاني، والله هدف ثاني، هدف ثاني لصالح السيدي عن طريق من؟ عن طريق زابورادو، وفتحة كبرى لنيلسون أكوستا. واو، الدفاع البرازيلي متفوق 2-0 ويريد أن يحافظ على نتيجته، هذه طبيعي جدا بالنسبة له، وفرصة الهدف الثالث تأتي عن طريق رائع، يا الله، عن طريق صالح، وهدف الثاني، وشوفوها بالصورة البطيئة، البداية بدأت من هنا، لا وجود لتسلل، لا وجود لتسلل، التقاط للكرة، وثم النظر روماريو، والهدف، الهدف الأول للمنتخب البرازيلي في ملعب ماراكانا، يتدخل لكن مازال فامبيتا باتجاه روماريو، 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 الكرة بحوزة كافو، من جديد كافو إلى ريفالدو، والهدف الثاني، والهدف الثاني بسيت ريفالدو، خطأ إلى جونينيو، فامبيتا، فامبيتا، فامبيتا باتجاه روماريو، روماريو، والهدف الثالث، فعلا الهدف الثالث روماريو، هذا هو روماريو، وهذه ميزة روماريو، يعني اللقطة الفنية اللي استعملها روماريو لتسجيل هذا الهدف، يعني اللقطة المناسبة للحالة اللاعب المناسبة ولحالة الميدان المناسبة
على كل توا دخول اللاعب ماركيز. وذي ريفالدو روماريو والهدف الرابع. ثلاثية روماريو، ثلاثية روماريو في هذه المباراة. هفوة من متوسط ميدان دفاع المنتخب البوليفي. ماركيز، ماركيز والهدف الخامس، الهدف الخامس للمنتخب البرازيلي. هو إعادة للهدف ماركيز، هو كانت في طريقها للشباك، هو أراد قطع الكرة على روماريو. روماريو، روماريو والكرة في العمق، كرة في العمق والمحاولة الهدف الأول، الهدف الأول لصالح منتخب البرازيلي. يبعد على الحارس روماريو ربما اللي يحلم بكأس عالم أخيرة، ولما لا. والهدف الثاني، الهدف الثاني من جونينو. روماريو، روماريو مش متسلم، مش متسلم، يراوغ، يراوغ روماريو، سجل الهدف الثاني، الهدف الثاني صالح روماريو. وضوح أكيد أنه ضعف الدفاع البرازيل البنزويلي كبير وكبير جدا، لكن في نفس الوقت خبرة كبيرة من روماريو، يبقى هداف. روماريو هو اللي بيش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء. روماريو والهدف الخامس، الهدف الخامس لصالح المنتخب البرازيلي. مع جونينو الثاني التوزيع، لكن تدخل من غونزاليس أمام روماريو، والتوزيع ثاني، توزيع ثاني، والهدف السادس، الهدف السادس لصالح المنتخب البرازيلي. إذن بعد مرحلة الذهاب المنتخب البرازيلي يتحصل على 17 نقطة من 9 مقابلات بعد 5 انتصارات تعادلين وهزيمتين. سجل خط هجومه 20 هدف والدفاع قفل 9 أهداف. وأهم نتيجة انتصاره على الأرجنتين في الجولة السادسة بعد ما كان المنتخب الأرجنتيني فاز في 5 مقابلات الأولى. ونخليكم الآن مع الزميلين رضا العودي وحسني الزغدودي في تعليق حي لمختلف مرحلة الإياب. كما قلنا ما كان في البداية أسرع، أو من زاوية أخرى يدخل وفرجة كاملة والتعادل السلبي دائما. قام كرة طيبة موجودة لتسلل روماريو والهدف الأول، وهذه كرة روماريو، وهذه كرة روماريو بعد 20 دقيقة لعب. وهنا طبعا المصالح المنتخب البرازيلي 1-0 للبرازيل أمام الفيرو، وهو جوستافو يوزعه بالرأس وهدف التعديل. يا الله، هدف التعديل لصالح الفيرو في وسط الدفاع. 3 لاعبين يطلع معاهم ماجالانس، ويفتتح النتيجة لصالح لوروغواي أمام البرازيل. ماجالانس التي نحو اليمين، ديلسون طيبة الظهير الأيمن للتوزيع والهدف الأول، والهدف الأول ما غير مشكل. يبدو لي، يبدو لي من اللعب رقم 9 مارسيلينو برايبا، فعلا سريع الأحداث. طيبة من ديلسون، اختفى بعد كأس العالم لكنه يعود. التوزيع والهدف الثاني، والهدف الثاني ريفالدو، ريفالدو ينجم يفكر منذ الآن في نوع من الحظوظ للتأهل إلى كأس العالم. والهدف الثاني نسخة مطابقة للهدف الأول، توزيعة ثم فعلا أورتيغا يوزع، أورتيغا وبالرأس وهدف التعديل، هدف التعديل يلعب طريق جاياردو. المدافع البرازيلي كان وراء هذا اليوم 6 في الشهر، وهجوم أرجنتيني، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق أورتيغا. هل المدافع هو الذي لمس الكرة؟ المدافع رقم 5 المدافع وهو كريس. إذن المنتخب البرازيلي ما تحصل في مرحلة الإياب إلا على 13 نقطة بعد 4 انتصارات، تعادل وحيد و4 هزائم. خط هجومه سجل 11 هدف والدفاع قبل 8 أهداف. وزملاء ريفالدو انتظروا الجولة الأخيرة باش يترشحوا لنهاية كأس العالم 2002 والانتصار على فنزويلا ب9 أهداف مقابل 0. لويزاو سجل هدفين في الدقيقتين 12 و19، وريفالدو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 34. المنتخب البرازيلي ينهي التصفيات في المرتبة الثالثة ب30 نقطة بعد 9 انتصارات، 3 تعادلات و6 هزائم. خط هجومه سجل 31 هدف والدفاع بال17 هدف.
أما المرتبة الأولى فرجعت المنتخب الأرجنتيني برصيد 43 نقطة، في حين الإكواتور هو صاحب المرتبة الثانية برصيد 31 نقطة. المرتبة الرابعة كانت في الباراغواي ب 30 نقطة، والأوروغواي في المرتبة الخامسة ب 27 نقطة، ومعاه كولومبيا وبوليفيا.